بلغت قيمة الصفقات العسكرية التي أعلن عنها حتى اليوم في آيديكس 2015 2,534,000,000 درهم. أعلن ذلك معالي اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض ومؤتمرات الدفاع الدولي آيديكس 2015، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز أبو ظبي الدولي للمعارض أدنك، والذي يستضيف أعمال آيديكس 2015. وشملت الصفقات 4 عقود، كان أولها تعاقد القوات المسلحة بدولة الإمارات مع شركة إمروك المحلية لصيانة جميع طائرات قيادة الطيران بقيمة 2,300,000,000 درهم. كما تعاقدت المسلحة مع شركة إيداسي المحلية لتوفير قطع الغيار للطائرات غير المأهولة بقيمة 24,000,000 درهم، فيما تعاقدت القوات المسلحة مع شركة تاليس للحلول المتقدمة لشراء قطع غيار لأجهزة إشارية وملحقاتها وتقديم الإسناد الفني بقيمة 18,000,000 درهم. لفت اللواء الكتبي إلى أن قيمة الصفقات العسكرية التي تم إعلانها على مدى 3 أيام بلغت 15.96 مليار درهم، وهي تزيد عن إجمالي قيمة الصفقات التي أعلن عنها عام 2013 والبالغة 14.1 مليار درهم.